بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الثانية من كورس الديجيتال لوجيك ديزاين. المحاضرة دي بتتكلم عن الباينري كودز والارسيماتيك. خلينا نبدأ بالباينري كود. تعال نبدأ بمثال يعرفنا يعني ايه الباينري كودز. لو انا يا شباب عندي 7 ألوان، الالوان دي بداية من اللون الاحمر والاورنج واليالو والجرين الاخضر والبلو وهكذا، فعندي كام لون؟ عندي 7 ألوان. عايز ادي لكل لون منهم رقم معين او كود معين، وليكن مثلا اللون الاحمر او الريد عايز اديله الكود 000، واللون مثلا الاورنج او البرتقاني عايز اديله الكود 001. طيب محتاج كام بت عشان امثل 7 حاجات او 7 كومباينيشن؟ يعني ده رقم 1 وده رقم 2 ده رقم 3 رقم 4 رقم 5 رقم 6 رقم 7. عايز اعرف انا محتاج كام بت. انا هنا لقيت محتاج 3 بت. طب ليه محتاجتش 2 بت بس او 4 بت بس؟ ازاي اعرف الرقم اللي انا محتاجه عشان او اعرف ازاي عدد البيتس اللي انا محتاجه عشان امثل اي داتا؟ اول طريقه ممكن عن طريق ان انا اجرب 2 اس 2 هتساوي كام؟ هتساوي 4. يبقى عشان امثل 4 كومباينيشن محتاج كام بت؟ محتاج 2 بت. طب انا عندي 7 كومباينيشن، طب هجرب كده 2 اس 3. 2 اس 3 2 اس 3 ب 8. 8 دي هتكفي ان انا اجرب 7 كومبينيشن؟ اه هتكفي وهيفيد 1. طيب لو جربنا 2 اس 4، 2 اس 4 هتساوي 16، فهي هتكفي ان انا امثل 7 كومبينيشن، بس هيبقى في زياده عندي كام؟ هيبقى في زياده عندي 9. تمام؟ طيب اعرف ازاي اقل رقم ممكن او اقل عدد من البيتس اللي انا محتاج امثل بيها اي عدد من الداتا؟ عن طريق القانون ده. القانون ده بيقول لي ايه؟ عدد البيتس او اقل عدد ممكن من البيتس لازم يحقق القانون ده. مبدئيا يا شباب الام ده هو عدد الكومباينيشن، اللي هو مثلا في المثال اللي فوق كان عدد الالوان. عدد الالوان في المثال اللي فوق كان كام لون؟ كانوا 7 ألوان. طيب يعني الام بتساوي 7، وعايز اعرف اقل عدد من البيتس اقدر امثل بيه ال7 ألوان دول. تعال نطبق في القانون ده. القانون ده بيقول لي ان الام لازم تكون اقل من ال 2 اس ان ماينس 1، واقل من او تساوي ال 2 اس ان. طيب الان دي اصلا ايه؟ الان دي هي عدد البيتس، وهي اللي احنا عايزين نحسبها. احسبها ازاي؟ بيقول لي ان الان بتساوي لوج 2 للام، والعلامه دي يا شباب خلينا نكتبها هنا تاني كده. انا عندي ان الان بتساوي لوج 2 للام، وحاطط لي القوسين دول. القوسين دول يا شباب علامه السيلينج. يعني ايه سيلينج؟ طيب لو قلت ان لوج 2 ام ده بيساوي لوج 2 للسبعه، نحسب على الاله كده لوج 2 7، ادي لوج وهنا هكتب 2 رقم 7 هتساوي كام؟ هتساوي 2.8 تقريبا. 2 بتساوي 2.8. القوسين دول يا شباب معناهم حاجه اسمها السيلينج. السيلينج ده يا شباب او السيلينج فانكشن دي معناها ان انا بقرب لاكبر رقم بعد الرقم ده. يعني 2.8 هقربها لاعلى رقم بعدها اللي هو 3. ده معنى السيلينج. عكسها الفلور. الفلور معناها ان انا بقرب لتاني اصغر. الفلور معناه ان انا بقربها لرقم اقل منها على طول اللي هو الاثنين. يبقى السيلينج لو انا جالي 2.7 او 2.5 او 2.95% بقربها لاقرب رقم منها على طول هو 3. طيب يبقى القانون ده بيقول لي ايه؟ او الان هنا بتساوي كام؟ يبقى الان هنا بتساوي 3. ان بتساوي 3، يبقى عدد البيتس اللي محتاج يبقى عدد البيتس اللي انا كنت محتاجهم عشان امثل 7 كومباينيشن هي الان بتساوي 3. تعال نرجع للمثال ده ثاني كده ونطبق عليه. انا كان عندي كام كومباينيشن يا شباب؟ كان عندي 7 حاجات مختلفه عايز امثلهم، الاحمر والاورنج واليالو والجرين والكلام ده كله. هم كام كومباينيشن؟ هم 7. طيب عشان احسب همثلهم في كام بت؟ بحسب من القانون ده. الان بتساوي لوج 2 للام. لوج 2 للام. والام دي هي ايه؟ الام دي عدد الكومباينيشن اللي هي هنا ب7، والان لان عدد البيتس اللي انا همثل فيهم الداتا دي اللي هم هنا 3 بيتس. وطبعا في علامه السيلينج موجوده هنا. يبقى الكلام ده بقى بيساوي لوج 2 للسبعه وعلامه السيلينج.
لما حسبت اللوج تول السبعه طلعت ب 2.8، وقلنا العلامه بتاع السيلينج او القوسين دول بيقربوها لاكبر رقم بعد ال 2.8 اللي هو الثلاثه، يبقى عدد البيتس 3. وفعلا انا محتاج 3 بيتس عشان امثل سبع بيانات مختلفه. طيب يا شباب، بيقول لي هنا ان الكود 1 1 1 ما احتاجناهوش، لان انا احتاجت 7 كومبينيشن بس، واثنين اس 3 دي ب 8. يعني كان في هنا كنت اقدر اكتب كده اخر كود اللي هو 1 1 1، بس طبعا ده ما احتاجتهوش. طيب خلينا ناخد المثال ده. في المثال ده بيقول لي كم عدد البيتس اللي انا محتاجها، يعني عايز يعرف الان عشان امثل 10 ديسيمال ديجيتس ويز باينري كود. يعني الام او عدد الكومباينيشن الام بتساوي 10، يبقى هو مديني الام وعايز الان برضو بنفس القانون يا شباب. الان هتساوي سيلينج، القوسين دول معناهم سيلينج، للوج 2 للام، والام هنا بكام؟ الام هنا ب 10، يبقى شيل الام دي واحط مكانها 10. هتساوي احسب على الاله لوج 2 ل 10 هتساوي 3.3، ل 3.3 219 مثلا. طيب قلنا علامه السيلينج دي بتعمل ايه؟ علامه السيلينج دي بتقرب الرقم ده لاكبر رقم بعد الكسر، يعني 3.3 تتقرب ل 4 على طول. يبقى الان بتساوي كام؟ يبقى الان بتساوي 4. يبقى انا محتاج كام بت عشان امثل 10 كومباينيشن؟ محتاج 4 بتس.